اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على تنس الطاوله في النادي الاهلي وان هم فازوا بالدوره المجمعه الاولى كل الفرق بنفس النتيجه 3-0. الحقيقه ما كانش ينفع نتكلم على الخبر ده وما يكونش معانا الكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم. الحمد لله. الف مبروك. يمكن الفوز بالدوره المجمعه بنتائج مشرفه، حاجه جميله جدا، يعني الفوز على المعادي وحوار المنصوره وطنطا وسبورتنج ومصر التامين والزمالك وانبي 3-0، ده انجاز كبير، يعني بنهني حضرتك عليه يا كابتن. الحمد لله. الله يبارك فيك، ربنا يخليك كابتن. كابتن يمكن احنا ده عندنا ايه بعد كده؟ الدوره المجمعه الثانيه امتى؟ هتبتدي ازاي؟ الدوره المجمعه الثانيه 12 و13 10 ان شاء الله. هيبقى اربع فرق بس، الاربعه الاوائل اللي هو هيبقى الاهلي وانبي والزمالك والمعادي هيلعبوا مع بعض دوره مجمعه، وهي دي نهايه الدوري ان شاء الله. طب يا كابتن خلال الشهر ده يعني الاعداد هيمشي ازاي؟ يعني احنا طبعا مش عايزين اللعيبه، لان واضح ان هي هتبقى اصعب من الدوره المجمعه دي لان هتبقى الماتشات ورا بعض وماتشات قويه. الاعداد هتعمل ايه الشهر ده يا كابتن؟ هو برضو البطوله دي كانت الماتشات ورا بعض، يعني احنا كنا بنلعب ماتشين في اليوم. تمام، بس هو يمكن كان في فرق اقل مستوى شويه يعني. هو بتبقى تدريجي ان انت بتلعب متدرج لغايه ما توصل للمستوى العالي اللي هو في الفاينل او السيمي فاينل، كان هو دول الماتشين الجامدين قوي. انما الفتره الجايه طبعا احنا هندي الاولاد 3 ايام راحه بدءا من النهارده، وبعد كده نرجع تاني تمرين، نبدا تاني تمريننا ونرجع تاني للاجراءات الفنيه مع الجهاز الفني، الكابتن عمرو رضا والكابتن اشرف صبحي معايا، ان شاء الله نجهزهم للدوره المجمعه الثانيه. هل هيكون في اعداد بدني من شكل معين يا كابتن، ولا هيبقى يعني هيبقى اكتر فني منه بدني؟ يعني الفتره هتتقسم ولا زي ما احنا شغالين كان قبل الدوره المجمعه الاولى؟ هنمشي في الاثنين، يعني هنمشي في نفس الوقت الاعداد البدني وفي نفس الوقت بنشتغل فني برضه. يمكن عندنا وقت بيتهيألي يا كابتن، يعني شهر ده وقت كويس، يعني ان لو حتى عندنا اصابات شد بتاع الحاجات البسيطه دي نقدر تتعالج. يعني احنا الحمد لله ما عندناش حاجه، يعني الحمد لله ما عندناش اصابات الحمد لله، ومعانا مدرب الاعداد الفني معانا في الاسماعيليه كان بيجهز الفرقه، لان طبعا عشان الاجراءات الاحترازيه والكلام ده كان الاتحاد مانع التسخين جوه الصاله. صحيح. فكان معانا مدرب اعداد بدني بيجهز اللعيب بحيث ان هو يخش على الماتش يبقى جاهز بدنيا 100%. طب يا كابتن الدوره المجمعه الثانيه اتحدد مكانها ولا لسه الاتحاد لسه ما حددش؟ غالبا في الاسماعيليه برضه في صاله هيئه قناه السويس برضه؟ بالظبط. بيتهيألي يعني مناسب مكان الصاله دي، مناسب جدا، قريب من قريب من كل المحافظات بيتهيألي، يعني صاله يعني بيتهيألي موقعها كويس لينا احنا. هي صاله كويسه، موقعها كويس، وارضيتها ارضيه الملعب بالنسبه لنا كويسه، وانت عارف حركه التحرك من الفندق للملعب ملعب للفندق بسيطة لأن الدنيا مش زحمة في الإسماعيلية بالظبط كده. صحيح صحيح يا كابتن. كل التوفيق ليك يا كابتن، وألف مليون مبروك الفوز بالدورة المجمعة الأولى، وإن شاء الله نتمنى لحضرتك نفس الأداء ونفس النتائج إن شاء الله في الدورة المجمعة الثانية. الله يبارك فيك كابتن. كابتن أشرف فتاح رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي الأهلي، شكرا جزيلا، كان معانا طبعا عبر الهاتف.